الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مساء الخير معالي الوزير. مساء الخير يا فندم، هذا مسألة. كل سنة وحضرتك طيب أولاً، وعايزين نطمن أولاً أبنائنا على الامتحانات بشكل عام خلال هذه المرحلة والاستعدادات الخاصة بالوزارة لامتحانات الثانوية العامة، ونصايح حضرتك لمواجهة هؤلاء الخارجين على النمط العام للوزارة بسرقة امتحانات وسطو عليها وبيعها للناس بشكل أو بآخر. تقوليه معالي الوزير لأولياء الأمور في هذه المرحلة. والله يعني الرسالة الأولى لأولياء الأمور والطلاب هي الاطمئنان التام، لأن كل شيء منتظم بنسبة 100%. يعني الحمد لله كل الاستعدادات موجودة، مش حاجة تدعو للقلق مطلقا، واحنا كل سنوات النقل خلصت في سلام. لمن لا يعلم يعني كل السنوات خلصوا حول الجمهورية ملايين الطلاب. بنحاول الدولة، يعني في مشاكل حضرتك بتتكلم عنها في الأمن الغذائي وفي الوضع الاقتصادي في العالم وكده، فيعني عاوزين احنا نمر بهدوء في وسط كل ده، لا نضيف يعني قدر أكبر من الهموم. وفعلا ده اللي حصل، سنوات النقل ماشيه كويس خالص او تمت بسلام، والتعليم الفني قرب على الانتهاء، وما فاضلش غير الثانويه العامه اللي هي ان شاء الله تمر بنفس الهدوء بالظبط. كل حاجه متحضره وفي جيش بيشتغل لراحه الاولاد ولسلامه كل الخطوات، وردينا على كل الاسئله اللي كانت بتشغلهم بشكل كامل، مهما كانت يعني صغيره او بسيطه او مهمه كلها ترد عليها. فما فيش قلق خالص. يمكن النصيحة نشأت لأولياء الأمور بالتحديد، وهي إن احنا نغير شوية من الأداء الكلاسيكي، إن احنا ما نروحش المدارس أيام الامتحانات، ما نتجمعش أمامها، لأن ده بيقلق الولاد أكتر من أي حاجة، وما بيساعدناش على إدارة الامتحانات. فيا ريت من يعني لا نمارس هذه العادة هذه السنة. الحاجة التانية انه يمكن بيجي لنا اسئلة كتيرة قوي قوي من الاهالي مش من الولاد، في حاجات الولاد عارفينها كويس جدا وما عندهمش مشكلة فيها، يمكن الاهالي ساعات بيبقوا قلقانين اكتر من الولاد نفسهم. فبس بدعوهم ان هم ولادهم كبروا، ولادهم على مشارف الجامعة، ومش محتاجين النوع ده من الضغوط دلوقتي. فاحنا يعني فعلا ردينا على كل ما ورد الينا بالكامل، وبالتالي محتاجين بقى نديهم مساحة من غير أسئلة إضافية أو بتاع. إحنا كل حاجة مطلوب معرفتها موجودة على صفحة الوزارة الرسمية، وموجودة على موقعنا على فيسبوك وعلى صفحتي على فيسبوك. لا يوجد مصدر آخر للمعلومات، ولا يوجد شخص يعرف حاجة إحنا ما كتبناهاش، وبالتالي أي حاجة مش موجودة عندنا تبقى إشاعة أو يعني تنسب لمن كتبها، عشان بس ما يبقاش طول الوقت والكلام ده صحيح الكلام ده صحيح. بيجي لنا السؤال ده كتير، هو مش صحيح لو كناش قلناه. فيعني يمكن لو كلنا اتفقنا على كده الامور تمشي كويس خالص. طيب فاعتقد هتمشي بسلاسه. يعني مع الوزير كان في تحذير من وزاره التربيه والتعليم للمدارس الخاصه من تحصيل مصروفات العام الدراسي الجديد قبل 1 سبتمبر. يعني في قرارات وزاريه حاكمه لهذا الامر، سواء في زياده المصاريف او في مواعيد دفع المصروفات، ودي احنا بنتحقق منها وبنتابعها، واي حد عنده شكوى من مدرسه اخلت بهذا بيبعتها لنا وبنتصرف فيها على طول. طيب مع الوزير، يعني في تعبير دائما ما اتحدث معك بشانه، اخبار العماره الجديده ايه اللي انت بتبنيها؟ لان احنا عندنا عماره قديمه بنرممها، العماره الجديده اخبارها ايه؟ كويس والله ان يعني حضرتك ذكرت هذه النقطه. لا احنا الحقيقه يمكن سؤال جيد جدا، احنا حققنا تقدم ضخم جدا. احنا كنا مبتدئين حضرتك فاكر سنه 18 بسنوات اللي هي رياض الاطفال كي جي 1 وكي جي 2 الصف الاول الابتدائي. من منذ هذا التاريخ لحد النهارده احنا وصلنا مناهج خمسه ابتدائي خلاص في المطابع، ورجعنا كمان خطوتين لورا وعملنا منهج الحضانه اللي هو من سن 2 و3. فبقى عندنا مناهج 9 سنين دراسيه بالكامل ما كانوش موجودين سنه 2017. يعني احنا غيرنا الجلد بتاع نظام التعليم بالكامل، من رياض الاطفال 1 اللي ما كانش ليها مناهج اساسا، عملنا لها مناهج بنفس الادوات
منهجية وبنفس الفلسفة بتاعت النظام الجديد. فكده بقى عندنا نظام جديد الحقيقة لفت نظر دول كثيرة كمان، من أول نيرسري 1 أو حضانة واحد إلى الصف الخامس الابتدائي. وإن شاء الله هيبقى فيه مؤتمر إحنا عاملينه داخلي يعني فني لبحث بقية الأدوار في العمارة بقى، زي ما تقول من الأول الإعدادي للثانوية العامة، ده اللي بيحدد شكل الشهادة الجديدة. فإحنا كده وصلنا من نص الطريق بالظبط، وده حصل في 4 سنوات، فده إنجاز كبير جدا، لأنه هذه المناهج الجديدة يعني ولادنا هياخدوها للعشرات السنين القادمة، وبالتالي ده استثمار كبير جدا جدا، وهو ده الاستثمار الحقيقي، يعني هو ده تطوير التعليم الحقيقي. صحيح. واللي شفناه في سنة رابعة من حيث رد فعل الطلبة إيجابي جدا جدا جدا، وبيتكلموا في موضوعات لم تكن في هذه المناهج، وبيفكروا بشكل مختلف. فاحنا عندنا أمل كبير قوي قوي في الجيل ده إن شاء الله يعني. طيب دكتور طارق، في ناس بعتالي بيقولوا يسأل الوزير على مسابقة تعيين 30,000 معلم. احنا حاولنا نشرح كتير ان دي بتتعمل على مستوى الحكومة كلها، فمعانا فيها طبعا وزارة المالية، ومعانا بالاخص التنظيم والادارة، فجهاز التنظيم والادارة هو اللي هيعلن عن المسابقة، مش الوزارة، هو اللي هيعلن عن مكان الامتحانات اللي هي هتتم في اماكن خاصة بالتنظيم والادارة. واحنا تشاركنا مع كليات التربية في وضع هذه الامتحانات اللي هيتم على اساسها القبول، والخطوات دي خلاص يعني اخر خطوات فيها، يعني لازم تعرض على دوله رئيس الوزراء، وبعدين يتم الاعلان خلال يعني اسابيع قليله جدا من النهارده يعني.